أخبار اليوم نشرة الأخبار. أهلا بكم. السيسي يصدر قرارا جمهوريا بتعيين نواب لخمسة وزراء. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين نواب لوزراء التعليم العالي والتربية والتعليم والصحة والإسكان والاتصالات. ونص القرار رقم 460 لسنة 2015 بتعيين كل من الدكتور عصام خميس الحنش نائبا لوزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي، والدكتور أحمد الجيوش حسنين نائبا لوزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنية، وتعيين الدكتورة ميسة محمد شوقي حلمي نائبا لوزير الصحة لشؤون السكان، والدكتور أحمد عادل درويش نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون التطوير الحضاري والعشوائيات، ومحمد نبيل المعداوي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. خلال لقائه وزراء منظمة أوبك للنفط، السيسي لابد من وحدة الصف العربي والتكاتف لمواجهة الإرهاب. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية وحدة الصف العربي والتكاتف من أجل التغلب على التحديات التي تواجه المنطقة العربية وفي مقدمتها الإرهاب الذي يلقي بظلاله السلبية على الأوضاع الاقتصادية للدول والشعوب العربية. وأشار الرئيس إلى ترحيب مصر بتوثيق التعاون مع أشقائها العرب في مجالات الطاقة والنفط، منوها إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للبنية التحتية التي تتمتع بها مصر في هذا المجال. الداخلية، حركة التنقلات استهدفت رفع معدلات الأداء الأمنية. أكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات أن حركة التنقلات التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء مجد عبد الغفار استهدفت رفع معدلات الأداء وتطوير منظومة العمل الأمنية داخل كافة قطاعات الوزارة. وأضاف اللواء عبد الكريم أن الحركة جاءت عقب بلوغ عدد من قيادات الوزارة للسن القانونية. نجاة حكم دار شمال سيناء من انفجار عبوة ناسفة بالعريش. انفجرت عبوة ناسفة في طريق مدرعة بشارع الفاتح على ساحل البحر بمدينة العريش، وقد نجا حكم دار شمال سيناء من الانفجار، مما أسفر عن إصابة مجندين بكدمات ومواطن بشظايا نارية. افتتاح محطة شلوفة لمياه الشرب بتكلفة 5.5 مليون جنيه في السويس. افتتح محافظ السويس يرافق المهندس علي حسين رئيس مجلس إدارة شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي محطتي مياه بمنطقة شلوفة بالقطاع الريفي. يأتي ذلك بتكلفة 5.5 مليون جنيه. وتعمل المحطة بطاقة قدرها 4000 متر مكعب مياه يوميا للمحطتين لتدعيم المياه بمناطق الشلوفة الجديدة والسنوسي وأبو شحات وشندورة وبوشيكو والقرى المجاورة بحي الجناين. وإلى نشرة الأحوال الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية الشمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. نهاية النشرة. دمتم في أمان الله.